جمال على كل اللي بيتابعونا من داخل مصر او من اي مكان في الوطن العربي هكون معاكم انا دكتور هبه يوسف ولمده نص ساعه من دلوقتي زي ما انتم عارفين دايما بنقدم ليكم كل جديد وبنتكلم عن كل ما يخص الصحه والجمال في برنامج انا حوا طيب يا ترى سالتوا نفسكم قبل كده ايه هي معايير الجمال او ايه هو مقياس الجمال مقياس الجمال مش معناه ان لازم مناخيرك تكون صغيره او عينك تكون مرسومه رسمه معينه او بشرتك لازم تكون بيضه او فاتحه بدرجه معينه مقياس الجمال الحقيقي ان يبقى ليكي طله وليكي روح وشكل ممكن جدا تبقى مناخيرك مش صغيره قوي بشرتك مش فاتحه قوي ولكن من اهم مقاييس الجمال بل ويعتبر هو المقياس الحقيقي هو ان يكون ليكي روح جذابه وأثر جميل بتسيبيه مع أي حد بيحتك بيكي أو بيتعرف عليكي، مش تبقي زي المانيكان شكل ومنظر لكن مفيش روح، الروح لما بتبقي حلوه وطيبه من جوه بتظهر على شكلك من بره وبيبان جدا على ملامح الوجه ونظرة العين ولمعانها، زي ما بنلاحظ إن في بعض الناس وهي بتتكلم بنلاحظ إن عندها باشون وهي بتتكلم، عينيها بتتكلم، عينيها بتلمع في روح بتسيب أثر مش شرط خالص يكون الشخص ده جميل يعني احنا في بعض الاحيان ممكن ننسى شكل الاشخاص بس مش بننسى تأثيرهم وجمال روحهم والاحساس اللي بنحسه في وجودهم هو ده بقى المقياس الحقيقي للجمال اللي بيكمل الجمال ده بقى ان شكلك يبقى مهندم ولطيف بمعنى اصح ان المظهر الخارجي بيكمل وليس الاساس ولكنه بيكمل الصوره الحلوه يعني لما بشرتك تكون نظيفه وبيور وصافيه ونضره وشكلك يكون مريح لكل اللي يشوفك حتى لو في بعض العيوب البسيطه اللي ممكن تتظبط ده مش هياثر بشكل كبير لكن احنا لازم كمان نهتم بالشكل الخارجي ونظبط الحاجات البسيطه دي طيب نظبط الحاجات الصغيره والبسيطه دي بقى ازاي في اساسيات لازم نحافظ عليها احنا مش بنتكلم على اننا نصرف الافات الجنيهات ونضيع بقى عمرنا في هوس التجميل وعمليات التجميل ولكن من الاساسيات مثلا اننا لازم نتبع نظام وروتين يومي للاعتناء بالبشره والشعر ولازم نحافظ على بشرتنا من اي بكتيريا ونعالج اثار الجفاف او البقع الغامقه اللي بتظهر مع الوقت واللي كمان الخطوط التعبيريه بتظهر مع تقدم السن او مع الحمل والرضاعه لما بيبدا في بعض الاحيان لون الجلد يتغير وتظهر علامات الكلف والندمات اللي بتغير شكلنا لازم نهتم ان احنا نعالج لو عندنا حب شباب او البثور والحفر العميقه اللي بيسببها حب الشباب اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن كورس ترو لايت وازاي هو امن وفعال على البشره وكمان مرخص من وزاره الصحه وكله مواد طبيعيه بتعالج كل مشاكل البشره بس قبل ما ابدا واقول لكم ليه برشح كورس ترو لايت وايه المختلف اللي بيميز منتجات ترو لايت عن اي منتجات تانية موجوده في السوق عايز اقول لكم ان في خصم 50% على الكورس لاخر الشهر وكمان في هديه الغسول او المرطب كلموا الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي عند حضراتكم او ابعتوا على صفحه المنتج واطلبوا هديتكم فورا وتقدروا تختاروا الهديه زي ما انتم حابين الكورس بقى مكون من ايه الكورس مكون من اللوشن، السيرم، الجل آه، والغسول وكمان المرطب. يعني كده الكورس عندنا خمسة في واحد طيب ليه بقى استخدام كورس ترو لايت مهم للبشرة؟ عشان فيه كل حاجة بتحتاجها البشرة آه، البشرة محتاجة إيه علشان تتعافى وترجع تجدد خلاياها من تاني؟ أول حاجة عندنا اللوشن ده بيحتوي على عامل حماية من الشمس 30% عامل حمايه من الشمس اللي هو الاس بي اف اللي بيحمي البشره وبيحجب عنها اشعه الشمس الضاره وبالتالي ما يظهرش عندي بقع داكنه او كلف او اسمرار في بعض المناطق في الوجه وكمان بيحتوي على فيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشره بشكل فوري من اي تصبغات بتسببها الشمس مع الوقت ده يا جماعه اللوشن شكل الى كمان مميز جدا مكتوب عليه اسم بلوك وطبعا آه عايزه افكر حضراتكم ان جميع منتجات ترو لايت مرخصه ومعتمده من وزاره الصحه المصريه وهيئه الدواء المصريه طيب بنستخدمه ازاي اللوشن بنستخدمه قبل الخروج للشمس بربع ساعه وبيتجدد كل ساعتين زيه زي اي صن بلوك عادي يعني اي صن بلوك دي قاعده عامه المفروض ان انا بستخدمه على بشرتي قبل ما بتعرض للشمس بربع ساعه وبجدد وضعه على البشره كل ساعتين علشان مفعوله بيروح فلو لو مستمره في الشمس فتره طويله لازم اجدد وضعه على البشره زي ما احنا عارفين أنه هو بيحجب من اشعه الشمس الفوق بنفسجيه بكفاءه عاليه جدا. طيب احنا عارفين طبعا ان استخدام اللوشن او السان بلوك مش بس بيحمينا من اشعه الشمس لا ده كمان المداومه على استخدامه باستمرار بيأخر ظهور التجاعيد والشيخوخه وبيعالج الخطوط الرفيعه اللي بتكون موجوده في البشره احيانا في منطقه الجبهه او في منطقه المنطقه المحيطه بالعين كمان اللوشن بيساعد البشره على الاحتفاظ بالسوائل جوه الجلد وده من خلال طبقه الابديرمس اللي هي بتكون الطبقه الرقيقه الملاصقه لسطح الجلد مباشره دي اللي بتتشرب اللوشن بكل سهوله وبتديني المفعول السريع للترطيب والوقايه من الشمس بدون ما تسيبلي طبقه دهنيه او طبقه لزجه زي باقي الصن بلوكس الموجوده في السوق. وده لانه لوشن لوشن بمعنى ايه يا جماعه لوشن بمعنى ان هو ووتر بيز يعني الفارماسيوتيكال فورملا بتاعته والخبراء اللي صمموه الحقيقه كانوا حريصين ان هو ما يسببش طبقه دهنيه على البشره عشان كده اعتمدوا ان البيز بتاعته تبقى ووتر بيز مش اويل بيز اي منتج سان بلوك بنلاقي في السوق أنه هو بيعتمد اكتر ان هو يبقى كريم الكريم ده اويل بيز عشان كده دايما الناس اللي بتستخدم السان بلوك الكريم بيعانوا من المشكله دي ان هو بيسبب لهم طبقه دهنيه بتديهم لمعان في الشمس وده يعني اغلب البنات ما بتحبش المظهر ده نروح بقى للسيروم القوي والفعال في التفتيح السيرم بيستخدم خلال النهار مرتين وبنسيبه لمده ساعتين وبعدها بنغسله علشان مفعوله قوي جدا في علاج وازاله البقع الغامقه وبيعالج الكلف واثار الحبوب واي دارك سبوتس غامقه عايزين نفتحها ده بيخفيها تماما وده بسبب خلاصه الليكورش اكستراكت او العرقسوس الموجوده فيه وكمان بيحتوي علي حمض الهيالورونيك أسد اللي بيساعد في نضاره البشره وده هنجي بعدين مش هنحتاج بقى فيما بعد ان احنا لو استخدمنا السيرم ان احنا نستخدم بقى الكونسيلر والمواد اللي هي بتخفي العيوب تجميلياً وطبعاً كل البنات عارفين الكونسيلرز والحاجات دي كلها من مستحضرات التجميل اللي للأسف بتخلي بشرتك مش عارفة تتنفس وعشان أصلح وداري البقع بضطر أن أنا أحطها وأحطها بكثافة فبتعمل لي بعد كده مشاكل كتير جداً أنا في غنى عنها فليستفضل أن أنا طبعاً أعالج مشاكل البشرة مش أخفيها وعالج الأعراض نروح بقى للجل اللي في كورس ترو لايت الجل بقى يا جماعة هو اللي فيه الخلاصة كلها ليه بقى؟ لأن ده بيدهن قبل النوم بساعتين بس وبنمسحه بقطنة أو وايبس وننام بعدها عادي بس عايزة أقول لكم إن مفعوله خلال الساعتين دول بس مع المواظبة عليه سحر حقيقي في علاج كل مشاكل البشرة اولا لانه بيشد البشره جدا بطريقه هتلاحظوها من اول استخدام بيقلل من مظهر التجاعيد اللي بتبقي مش مرغوبه بالنسبه لبنات كتير وخاصه لو لسه البنوته في سن نهايه العشرينات او الثلاثينات او كمان في داخله في مرحله الاربعينات بيبقي في خطوط تعبيريه بسيطه كده خاصه الناس اللي بتعمل فيشيال الإكسبريشنز كتير يعني بتضحك كتير بتعبر بوشها كتير الناس دي بتظهر عندهم الخطوط التعبيريه بسرعه جدا وفي سن صغير السيرم ده اللوشن اسفه بيعالج المشاكل دي لانه هو بيحسن جوده الجلد بيحسن الكولاجين في الجلد وبيدي احساس بالامتلاء في الوجه مع المواظبه عليه طبعا والاستخدام يوميا وكمان بيقلل من النمش والبقع الغامقه وبيعالج الهالات السوداء وده بيساعد ان شكل وملمس الجلد يتغير 180 درجه بعد بالظبط شهر من الاستخدام آه وطبعا آه كمان مهم جدا حاجة مهمة جدا جدا في اللوشن انه المسام الواسعة اللي بيسموها جلد الاورنج او جلد البرتقانة في بنات كتير قوي بيبقى عندها المسام بتاعت بشرتها واسعة جدا فبتدي منظر مش لطيف خالص وخاصة لو هي كمان بتتعرض للشمس بشكل مستمر ما عندهاش روتين يومي فبيبقى ظاهر جدا زي حبوب كده هي اسمها جلد آه البرتقانة ده طبعا بيختفي تماما مع المواظبة على استخدام الجل البشرة بتبدأ تبقى نضرة وبتبقى مع الاستخدام المستمر بتختفي كل هذه العيوب بيختفي شكل المسام الواسعه بتبقى شبه الازاز حتى بنسميها البشره الزجاجيه يعني زي ما واضح كده امام حضراتكم على الشاشه البشره الزجاجيه بيكون شكلها ازاي وملمسها ازاي واضح جدا على الشاشه دلوقتي البشره المفروض تكون فيها نسبه نضاره فيها لمعان فيها مشدودة بشكل صحي وبشكل طبيعي ما فيهاش بقع ما فيهاش آثار حبوب ما فيهاش نمش صافية تماما وبيور هو ده اللي احنا محتاجين نوصله ولو نلاحظ هي البشرة لونها مش فاتح قوي ولكن باين جدا إنها صحية وهو ده اللي احنا عايزين نوصله طبعا اللي جربوا المنتجات دي الحقيقه انبهروا بالنتيجه من اول استخدام لان بالفعل بدا ان هي تجيب معاهم نتيجه خاصه لما بيستخدموا جميع المنتجات والكورس متكامل مع بعض يعني ما ينفعش انسى استخدم الصن بلوك ده اساسي في الكورس وما ينفعش انسى استخدم الغسول اللي هنروح له دلوقتي نتكلم عنه باستفاضه عندنا الغسول بوفكورز ترو لايت بينظف البشره بعمق وبيرطب البشره لانه بيتخلل طبقات الجلد العميقه وبيخلصني من كل الاتربه والبكتيريا اللي بتتكون على سطح الجلد وبينقي المسام خلال اليوم نقدر نستخدمه طبعا مرتين في اليوم بحد اقصى او وقت ما نحس ان بشرتنا محتاجه تتنظف لو انا تعرضت في يوم يعني لتلوث مثلا فضلت طول النهار بره البيت حسيت ان لا انا محتاجه غسول عميق الغسول ده فعلا يا جماعه بينظف كل الخلايا والمسام العميقه في البشره وكمان اقدر استخدمه كسكراب هو ممتاز جدا كمان لو لو استخدمناه كسكراب للبشره او مقشر وممكن كمان يعني في وصفه كده ممكن اقول لحضراتكم عليها بتستخدم من خلال الغسول وكمان هنضيف عليه معلقه شاي اخضر او باكت الشاي الاخضر الشاي الاخضر مهم جدا جدا للبشره بيشتغل كاسترينجنت يعني قابض لمسام البشره آه الموضوع ده مهم جدا لان في بعض البنات بتكون مسام البشره عندهم واسعه ومفيش حاجه بتجيب معاهم نتيجه ولما بيغسلوا بشرتهم بتتوسع اكتر او بتتفتح اكتر فبتبقى مؤهله ان هي تلم شوائب اكتر لكن لما بنستخدم السكراب ده بالشاي الاخضر وبالغسول وبالمواد الفعاله اللي في الغسول آه ومعلقه سكر السكر لانه مهم جدا في تجديد وترميم خلايا البشرة وبنبدأ إن احنا نفرك البشرة كده برده يعني مش هنبقى قاسين قوي فى التعامل مع البشرة زي ما دايما بنتكلم في الموضوع ده إن لازم يكون حتى التدليك أو التعامل مع بشرتي يبقى فيه جنتل دايركشن ووان دايركشن مبدأش ان انا استخدم اي حاجه توبيكال على بشرتي بطريقه فيها قسوه تسبب لي مشاكل في الجلد او تخلي الجلد يترهل بستخدم السكراب ده ازاي لو انا حابه ان انا اعمل السكراب ده في البيت باستخدام غسول ترو لايت بستخدمه مره واحده بس في الاسبوع السكراب ده يا جماعه ممتاز جدا 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 والحقيقه ده يعني يعتبر سر من اسرار جمال البنات الكوريين يعني حتى لو سرشنا كده على جوجل هنلاقي ان اغلب المستحضرات بتاعتهم لازم يستخدموا بيها الشاي الاخضر ولازم يضيفوا عليها الشاي الاخضر الكورس ده تحتوي على ايه بقى كمان وايه المواد اللي بتديني المفعول السحري ده يا جماعه في خلاصه الكوجيك اسيد والعرقسوس زي ما وضحنا الكوجيك اسيد ده يا جماعه عبقري في عالم التجميل بيساعد بشكل كبير جدا في علاج الكلف وتقليل شكل النمش ومع الوقت كمان بيخفي اثار الحبوب اللي بتزعجنا ومش بس كده لا كمان بيساعد على توحيد لون البشره البنات بقى اللي بتنزل في الشمس كل يوم زي ما قلنا سواء لشغلها او الجامعه وسببت لها اسمرار على المدى البعيد ما بقاش بيروح باي مستحضرات ده بيساعد بشكل كبير جدا في ازاله العلامات دي وده اساسي يا جماعه في الروتين بتاعنا زي الاكل والشرب يعني عايزه اقول لاي بنت ان الكوجيك اسيد والعرقسوس والروتين العنايه بالبشره اللي بيحتوي على العناصر دي لازم يكون اساسي في نظامك اليومي للعنايه بالبشره عشان يحمينا من اي تصبغات تحصل وتظهر بشرتك فجاه بمظهر لا يليق او بمظهر انه علامات الشيخوخه تبدا تظهر فده طبعا من الحاجات الغير مرغوبه بالنسبه لبنات كتير جدا بفكر حضراتكم ان الشركه عامله خصومات جباره لاخر الشهر 50% في الميه على الكورس ده وكمان عليه هديه الغسول او المرطب اتمني لحضراتكم حياه صحيه سعيده وانتظروني بعد الفاصل مرحباً معاكم في برنامج انا حوا وزي ما دايما لازم نهتم بجمالنا وصحتنا وقلنا في اول الحلقه ازاي نستخدم منتجات صحيه موثوقه المصدر للحفاظ على صحه البشره والشعر لكن كمان مهم جدا نهتم بالتغذيه السليمه اللي للاسف لو اهملنا فيها هنفقد صحتنا ولياقتنا وجمالنا وكل شيء بمعنى اصح كلمه السر دائما في التغذيه السليمه هنتكلم النهاردة عن منتج مصري شوكولات صحية خالية من المواد الحافظة آه، وخالية من السكر ومن الدهون منتج مصري 100% مرخص ومعتمد من هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء آه، الحقيقة المنتج حقق نجاح كبير يعني أكيد خلاص اللي بيتفرجوا عليا هيبقوا عارفين إيه هو المنتج اللي هتكلم عليه النهاردة من أول ما قلت شوكولات صحية بقى معروف يعني هو ما فيش غير هيلثي سبريد طيب الحقيقه هو اهم ما يميز هيلث بريد بخلاف انه طعمها مميز فعلا وغيره انه منتج صحي لكنه كمان ينفع يستخدم بكل امان من قبل مرضى السكر او مرضى القلب او الضغط او الناس اللي بتعمل دايت او الاطفال كمان اللي بنخاف عليهم من السمنه والسكريات اللي ممكن تسبب لهم تسوس في الاسنان ومشاكل زي فرط الحركه وغيرها يمكن واحد ده فعلا بيكون فخور لما بيشوف شركه مصريه بايادي مصريه قررت تستثمر في بلدها وقدرت توصل للنجاح ده وتستمر وكمان منتجاتها بقت متوفره في كتير من الدول العربيه وفي كتير من الاسواق الافريقيه خلونا نروح لتقرير سريع ونشوف شركة هيلس بريد بتعمل ايه في دبي اليومين دول والحقيقة يعني انا سامعة انهم مكسرين الدنيا في دبي خلونا نروح نشوف ونرجع تاني <applause> ورجعنا لحضراتكم من تاني وبالنسبة لحبايبنا اللي بيتابعونا من دولة الإمارات وعاوزين يشاركوا في فعاليات هيلث سبريد والتستنج كامبينز اللي عاملينها وعاوزين يدوقوا هيلث سبريد هتلاقوهم موجودين في دبي فيستيفال سيتي ومرديف سيتي وبوليس أكاديمي وهتلاقوا كمان هيلث سبريد متوفرة حاليا في كل الجمعيات المتواجدة في دبي وأبوظبي. خلوني بقى اعرفكم النهارده ازاي نقدر نعمل وجبه صحيه ولذيذه قوي وقيمتها الغذائيه عاليه جدا لاطفالنا وهم رايحين المدرسه لانها مناسبه جدا لللانش بوكس الاطفال في المدارس وهيحبوها جدا هنعمل تورتيه بالشوكولاته الصحيه هنستخدم طبعا خبز التورتيه القمح الكامل ومعانا هيلث بريد الشوكليت اللي اتكلمنا عليها اللي خاليه من السكر تماما والمواد الحافظه واي فاكهه متواجده عندنا في البيت فراوله موز او اي فاكهه هتكون متواجده عندنا ممكن كمان تفاح او برتقان اللي حضراتكم تفضلوه وتحبوه هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنجيب رغيف خبز التورتيلا بالمنظر ده وهنبدا ان احنا طبعا احنا عارفين هيلس سبريد هي عباره عن شوكلت سبريد بتبقى متواجده في جار بالمنظر ده وطبعا بتبقى سهله جدا في الفرد على اي ساندوتش او في التوست واخترنا التورتيلا القمح الكامل علشان قيمته الغذائيه عاليه وبالتالي اقدر ان انا اديها للاطفال في المدرسه الصبح وانا مش قلقانه اطلاقا ان هم يسببلهم مثلا تخمه او يسببلهم سمنه بالمنظر ده كده وكمان علشان نعلي قيمتها الغذائيه ممكن ان احنا نستخدم بينت باتر او اللي هي زبده الفول السوداني ودي هتديهم طاقه كويسه جدا يقدروا ان هم يمارسوا الاكتيفيتيز بتاعتهم خلال اليوم الدراسي في المدرسه او طبعا لو اللانش بوكس وال الطلبه رايحين الجامعه كمان هيبقى مناسب جدا هنبدا ان احنا نحط ثمره موز بالطريقه دي وبعدين هنبدا ان احنا نرول الساندوتش بالطريقه دي وبعدين هنقطعه لقطع عشان تكون مناسبه للاطفال في المدرسه ان هو يفتح اللانش بوكس ويقدر ان هو آه ياخدها كسناك كده في البريك او كمان آه ممكن ان هو تبقى سهله بالنسبه له ان هو آه ياخد منها وياكلها ما تبقاش مسببه له حجم كبير جوه اللانش بوكس بتاعه هنبدأ ان احنا نضيف القطعة دي بالمنظر ده في اللانش بوكس وقطع دي كفايه لان السكريات اللي موجوده في الفاكهه دي ما فيهاش ضرر الجسم بيحرقها بسرعه وبتديني الطاقه اللي انا محتاجاها على مدار اليوم آه لا اقدر اعمل بيها بقى الاكتيفيتيز بتاعتي طول النهار فبتتحرق بسرعه عشان كده دايما بننصح الناس اللي بتعمل دايت وبتسال اكل الفاكهه امتى الصبح ولا بالليل لازم ناكل الفاكهه الصبح مش بالليل عشان الجسم بيحرقها بسرعه وبيديني طاقه لكن بالليل هتتخزن ومش هتتحرق بسهوله وزي ما وضحنا كده لحضراتكم ان لازم نهتم بالغذاء المتكامل لاطفالنا الغذاء المتكامل بمعنى انه ما يبقاش انا بديله حاجه خاليه من السكر ما فيهاش دهون ما فيهاش اي مواد حافظه وفي نفس الوقت ببوظ ده ان انا اديله بقى يجيب عصير من من الماركت يكون فيه مواد حافظه ويكون في سكريات فيبقى انا كده ما عملتش حاجه ومش ما قدرتش ان انا احافظ على صحته بشكل متكامل لازم اراعي ان انا لو مدياله فاكهه فريش من البيت خلاص هو كده خد السكريات اللي هو محتاجها مش محتاج ان انا اديله حاجه تانية ده هيبقى اناف قوي على مدار اليوم ممكن اديله لبن برده بدون مواد حافظه يكون في في انواع معينه بيعملوا ده وبتبقى هيلسي برده علشان ابقى ضامنه ان الطفل ما خدش اي اكل ممكن ان هو يسبب له مشاكل على اللونج تيرم او يسبب تسبب له مشاكل لا قدر الله زي السمنه، بقينا بنشوف كتير جدا من الاطفال الايام دي للاسف عندهم سمنه وفي مرحله الدراسه وده مش مطلوب اطلاقا يعني الطفل بيبقى مش قادر ان هو كمان يمارس الانشطه زي بقيه زمايله او يروح النادي او يعمل كل اللي هو المفروض يعمله في فتره الطفوله لانه بيكون شره لاكل السكريات، شره لاكل الماكولات الغير صحيه والمخبوزات باستمرار موجوده في البيت والعصائر والسناكس والشوكولات والحاجات دي كلها مضره. اه انا بنصح كل الناس ان ما تحرمش نفسها من حاجه ما ينفعش ان انا احرم نفسي من حاجه معينه لو انا بعمل دايت وانا ضد تماما ان الناس اللي بتتبع انظمه غذائيه يعني شديده شويه او قاسيه شويه زي ان هم يحرموا نفسهم تماما من الفاكهه يحرموا نفسهم تماما من السكريات او الكربوهيدرات ده مش صح يا جماعه يعني حتى الناس اللي بتتبع نظام الكيتوجينيك دايت او الكيتو او الحاجات دي كلها ده مش صح لان الجسم انا بلعب في السيستم بتاع جسمي جسم الانسان ربنا خلقه هو بيحرق الجلوكوز عشان يديني طاقه فانا ما ينفعش امنع جسمي تماما من الجلوكوز زي اللي بيحصل في الكيتوجينيك دايت برمج جسمي بعد ان هو يبدا يحرق الدهون ويحرق الامينو اسيدز اللي موجوده في العضلات فباجي اتفاجئ ان انا حصلت لي مشاكل كتيره جدا في الكلى وفي الكبد وفي العضلات عندي في الجسم ولو انا وقفت الدايت ده او لاي سبب من الاسباب اكلت سكر او اكلت كربوهيدرات هلاقي ان جسمي بالفعل حصل له ايرور في البرمجه بتاعته وبدا ان هو يعني يدخن ويخزن دهون اكتر من الاول بكتير ويمكن ناس كتير من اللي اتبعت الكيتوجينيك دايت لاحظت ده دا. عشان كده انا دايما بنصح ان الغذاء السليم هو ان انا اكل كل حاجه بس بنسبة واحافظ على السعرات الحراريه اللي باكلها ويكون الغذاء قيمته الغذائيه عاليه وفي نفس الوقت سعراته قليله يعني ما ينفعش احرم نفسي من بند الكربوهيدرات الكربوهيدرات دي مهمه جدا جدا للجسم وللانشطه ولان هي في اخر السيكونس بتاع تكسير الكربوهيدرات في جسمي بتديني طاقه كذلك الجلوكوز مهم جدا ان انا باخده من السكريات بس يستحسن اخده من سورس زي الفاكهه ماخدهوش من مصدر مليان سكريات غير صحيه كمان النشويات زي ما قلنا الكربوهيدرات والنشويات مهمين جدا البروتين البروتين كمان من المصادر المهمه جدا للامينو اسيدز والاحماض الامينيه في جسمي اللي بتساعدني على عمليات الايض وكمان بناء الـ 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 الاجهزه والدخل في تصنيع كل حاجه في خلايا جسمي فعلشان كده لازم وبننصح بان اتناول غذاء متكامل احافظ لاولادي على الغذاء المتكامل اللي فيه كل العناصر والفيتامينز المطلوبه وكمان استخدم البرودكتس اللي بتعزز هذا المفهوم لما يبقى عندي شوكلت فيها فيتامين دي زي هيلسيس بريد وفيها معادن وفيها بروتينز اكيد لازم اتوجه ان انا اشتري البرودكتس ده وامتنع ان انا اجيب لهم للاسف بقيه البرودكتس اللي فيها سموم بمعنى اصح ومواد حافظه وحاجات غير موثوقه اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا معايا النهارده وتجربوا وصفه هيلث سبريد بخبز التورتيلا وخلونا نروح لفيديو سريع ونرجع لحضراتكم من تاني ليش انا كاخصائيه تغذيه بنصح بالهيلثي اسبريت غير انه هي شوجر فري بالم اويل فري كمان هي بريزرفاتيف فري بالاضافه انه محتواها من البروتين عالي وهاي كمان بالكالسيوم اعزائي مشاهدي قناه النهار وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده كنت معاكم انا دكتور هبه